الراديو 90-90 يقدم تحية طيبة وسعد مريم أمين ومحمد نشأت. تحية طيبة وسعد بيشتكي من نطوب الأرض، تسمع كلامه تحسه عايشين سوا يشتغلوا بعض. مع نجوم الكوميديا انتصار عبد الله مشرف، سليمان عيد، إيمان السيد، وياسر صبحي. تحية تغرق في شبر مية، وسعد دقة ومنطقي وحلالي، لخمة ولدغة ومدبلي، وأخو عبر بنت وكلام عني. بس يا المراية عايشة منعكشة، وهو عاشق وغاوي الفرفشة. بس يا المراية عايشة منعكشة، وهو عاشق وغاوي الفرفشة. عانس وعايزة في عينك لو مش عليه القيمة، وكمبرس وسط الناس عامل في عينك مسيمة. هذا من فضل ربنا. الدنيا ملطشة معاه وعمالة تزولهم، وكل يوم حلهم يتهاب. تحية طيبة وسعد بيشتكي من مطلوب الأرض، تسمع كلامه تحسه عايشين سوا تحية طيبة وسعد. تأليف وإخراج محسن رزق. تحية طيبة وسعد. هقتلك يا سعد، هقتلك يا سعد زي ما وهدان قتل بوي الجبلاوي. هقتلك عشان أريح الجبلاوي في تربته، في تربته، في تربته. هخنقك يا سعد لحد ما تموت. هخنقك. عايز اموت، هخنقك. عايز اموت، عايز اموت. الحقوني، الحقوني، الحقوني. وبعد كده صحيت من الحلم على طول يا تحيه. نفس الحلم تاني؟ يبقى خلاص بقى، المره الجايه تقتله في الحلم قبل ما تصحى عشان نخلص بقى من الهم ده. وانا يعني بلحق يا تحيه وما قتلتوش. طب وانت يا سعد خايف كده منه ليه؟ هو يعرف طريقك اصلا؟ ايوه، ما انا شفته من يومين كده، كان متنكر، كان لابس بنطكور وتيشيرت هلانكا، وقال لي انا بشبه عليك. قلت له بص انا نجم سينما واوعى تقرب مني. راح معرفني بنفسه. طيب ايه ده؟ مين؟ انا فريد الجبلاوي يا سعد، وجاي اخد بالطار. افتح يا سعد لو سمحت. ده طلع هو. افتح الباب يا سعد. غطيني صوتي يا تحية. افتح الباب وبعدين ابقى اتغطى براحتك يا سعد، انا مش فضيلك. تحية طيبة وسعد. سيبيني، سيبيني يا تحية، سيبيني. حرام عليك، حرام عليك يا تحية. بتسلم اخوك تسليم اهالي كده؟ الامانة يا باشا، واي خدمة تحت امرك اي وقت. سامحني يا سعد، دول الف دولار يا حبيبي. ماشي ماشي يا واطية. بص بقى، انا نزلت وراك مصر علشان اقتلك، ومعرفتش اعطر عليك يا سعد. يا ريتك كنت عطرت عليه وخلصتنا من بدري وكنا خلصنا. الناس ضحكوا عليا وقالوا لي انك سافرت بره. قلت اسافر وراك واخلص عليك هناك، لكن لما سافرت وراك ربنا فتحها عليا من واسع. ارزاق بقى، ارزاق. ونسيت الطار، واهلي قطعوني وحلفوا يقتلوني لو رجعت لهم. فتحت مصانع للالعاب، اصلا وانا صغير كنت محروم جدا من الالعاب. يا حرام، ما كانش عندك لعبه وانت صغير؟ انا غني قوي يا سعد دلوقتي، والفضل كله يرجع لك. شايف يا سعد طيبة قلبه؟ في نفس الوقت زهقت بقى من الغربة وعايز ارجع بلدي ومش عارف. لازم اخد بالطار، يعني لازم اقتلك علشان ارجع بلدي. ها قلت ايه يا سعد؟ ما تخليك هنا يا سيدي، ده حتى هنا تراه. طب اعمل ايه، اعمل ايه؟ طب شوفولي حل. هنشوف لك، هنشوف لك حل. ما تقصرش على الراجل يا سعد، بيقول لك مشتاق وعايز يرجع لبلده. انت ايه، ما عندكش اهل؟ تحيه انت بالذات تسكتي خالص. على العموم انا قدامك اهو، اتفضل خد بطارك مني. وبعدين بقى خلاص يا سعد، علشان شجاعتك دي انا هقدم لك عرض كويس. بجد؟ هتعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت تلعبني لعبة، اذا انت كسبت يبقى خلاص، واذا انا كسبت يبقى اخد بالطار دلوقتي. وقتي اظن كده الراجل عمل اللي عليه وزيادة. وانا موافق، بس هنلعب ايه بقى؟ ايه رأيكم نلعب كيكة على العالي؟ لا لا لا، بايخة. بصوا، جات لي فكرة. ايه؟ حادي بادي سيدي محمد البغداد. تحية طيبة وسعد. ايه؟ حظي مش ماشي خالص. دش، يعني فاضل دور واحد واوصل للنهاية وينتهي الماتش. فريد بيه، فريد بيه،
او فريد بي فريد بي. شكرا أوه. شكرا يا سعد روح امك اصطلحت. يا سعد روح. هي مين البنوته اللي عايزه توديك في داهيه دي؟ يا اختي يا اختي يا سيدي كمل لعب انت كمل لعب. يا رب يا رب والنبي يا رب ما تشمتش فيا اختي تحيه دي بالذات. يعني خلاص يا رب هموت في تيس هموت في تيس كده. انا بس يا رب يعني عايز اعيش شويه صغيرين. انا بحب الدنيا قوي بحبها قوي. وبعدين يعني في حاجات كتير انا لسه ما عملتهاش في حياتي ونفسي اعملها. نفسي يا رب اجيب جاكيت جلد واخش سينما حفله منتصف الليل واكل سندوتش برجر بالجبنه. اوه ما ترمي بقى يا سعد ما تبوخش اللعبه. حاضر يا سيدي حاضر. هو انت خسران حاجه؟ ما انا اللي هموت. يا رب استنى بس لما انفخ في ايدي كده. يلا بقى اهو. هي سعد اخويا خسر. وهيت ايه يا حلال؟ هيت ايه يا حلال؟ فرحانه فرحانه ان اخوك هيموت يا هبله. تخسر يا سعد. ميعادنا بكره يا سعد لتنفيذ الاتفاق. اوكي تحيه طيبه وسعد. تحيه طيبه وسعد. ما تزعلش بقى يا سعد خلاص. اسكتي بقى لعبت وخسرت ايه يعني هتموت؟ ايه المشكله؟ مفيش جديد. وانت يعني كنت عايش؟ اه بس انا عايز اعيش عايز اعيش وربنا تحيه. مش هتضايقك يا اخويا بس الشهاده لله الراجل فريد ده ترى راجل ده 100 100. قال لك نلعب بلاي ستيشن وانت اللي رفضت وقلت نلعب السلم والتعبان. انت اللي اخترت يا سعد اهو السلم اتكسر على دماغك والتعبان لدعك. تحيه وبيخلي بالك على نفسك لما موت يا تحيه. اوعى تتصرمحي في الشوارع. ما تقلقش ما تقلقش يا سعد موت انت وانت مستريح خالص. اختك جدعه ويعتمد عليها. طب يا ريت بقى اخر وصيه لما يعملوا قصه حياتي فيلم كده زي الاستاذ عبد الحليم حافظ يا ريت تبلغيهم انهم يكتبوا على تتر الفنال عاش فاشل ومات غلط. ما تقولش كده يا سعد. عاش فاشل ومات فتيل. تحيه طيبه وسعد. جيت لك وشايل كفني بيدي. يا تلعبني البلاي ستيشن يا اما تخلص وتخلصت من عاري. انا بقى هلعبك ماتش بلاي ستيشن ودي اخر فرصه هلعبك بالبرصة. بجد بجد هتلعبني ماتش بلاي ستيشن؟ سعد العب على الوينجين يا سعد. خلي بالك من الهجمه المرتده. حاضر. الكونتر اتاك. حاضر يا تحيه حاضر. قولي لي انت بس فاضي الوقت قد ايه؟ باقي دقيقه والماتش يخلص. الفرق 19 جون لصالح فريد بيه. ايوه يعني في امل يا اختي؟ لا يقسم على الحياه ولا حياه لمن تنادي. جيم اوفر يا سعد. وادي المسدس استعد للموت. الف مبروك يا باشا تستحقها والله. بقول لك ايه بالمناسبه الحلوه دي ممكن اخد جهاز الاستيميشن ده؟ طبعا يا تحيه حلال عليكي. هارد لك يا سعد. هي الكره كده يا حبيبي مكسب وخساره. الحمد لله على كل شيء ومنه لله اللي قال يلعب ببوركينا فاسو. جاهز يا سعد؟ جاهز؟ جاهز جاهز. ها ما نفسكش في حاجه قبل ما تموت؟ انا نفسي في كوبايه كركريه. لا بقى انت طلباتك كتير قوي. ما تخلص يا سعد الراجل عنده شغل برضه. جود باي يا سعد. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بقول لك ايه استنى اقفلني ما تعورنيش. هات الرصاصه ناحيه الركبه كده. ها وايه اللي الرصاصه ناحيه الركبه؟ انا هزغزغك ولا هقتلك؟ بص بقى اثبت ده علشان اعرف اموتك. حاضر. واحد اتنين. ايه ده المسدس بيطلع ميه؟ ما هو مسدس لعبه يا سعد. انت افتكرت ايه؟ افتكرته بجد؟ ايه ده يعني انت مش هتموتني؟ اموتك ايه بس؟ انا كنت جاي اشكرك وهديك هديه. لقيتك هربت وخايف من الطار اللي انا كنت نسيته اصلا من زمان. انا عملت كل ده علشان قصدت اقول لك لما يكون عندك مشكله تواجهها وما تهربش منها يا سعد. ايه ده بجد يا فريد؟ طب اقول لك ايه بقى طالما الموضوع طلع كده بقى جاي جيم تاني بس تلعب انت بوركينا فاسو. كنتم مع تحيه طيبه وسعد. تترات الكلمات خالد الشيباني، الحان حسن دنيا، المكساج والتوزيع حسام حسني وريمون فايق، غناء أمان نبيل. بكرة في نفس الميعاد. ها سعد يا سعد سيبي الجاكيتة مش بتاعتي. دايما نديكي تحية كأنك مليانة ساعة اسمحي
كل سنة وانتوا طيبين. رمضان كريم. اسمحي لي اقول زهقت كده زودتيها بجد لازم اسمع تزار. مهندس الصوت سيد زكريا، تحية طيبة وسعد، مريم أمين، محمد نشأل، تأليف وإخراج محسن رزق. الراديو 90 يقدم تحية طيبة وسعد، مريم أمين ومحمد نشأل. تحية طيبة وسعد بيشتكي من نطوب الأرض، تسمع كلامهم تحسهم عايشين سوا يشتغلوا بعض. مع نجوم الكوميديا انتصار عبد الله مشرف، سليمان عيد، إيمان السيد، وياسر صبي. تحية تغرق في شجر مية، وسعد دقة وانطقي وحلنج، لخمة ولدغة ومداد بهي، وأخوها بربنت وكلام عني. مسيرة مراية عايشة منعكشة، وهو شيكوغا والفرفشة. مسيرة مراية عايشة منعكشة، وهو شيكوغا والفرفشة. عانس وعايزة عريس عالف عينك، لو مش عليه القيمة وكمبارس وسط الناس عامل في عينيك مسيرة. هذا من فضل ربنا. الدنيا ملطشة معاه وعمالة تزولهم، وكل يوم حلهم يذهب. تحية طيبة وسعد بيشتكي من مطلوب الأرض، تسمع كلامه تحسه عايشين سوا تحية طيبة وسعد، تأليف وإخراج محسن رزق.